إذا هلا إشادة كبيرة من رجل أعمال عنده اسمه في البلاد نتيجة عملية إنقاذ المؤسسة هذه. ثم ثمن العملية هذه إنقاذ مؤسسة تحتوي تقريبا على 3200 عام. شعورك وأنت تستمعين إلى رجل أعمال محنك وعنده يعني تجربة كبيرة؟ هو من نجم يكون شعوري كالفخر واعتزاز وفرحة كبيرة اللي معناها كان رأيه وفرحته زادة هو بالإنقاذ المؤسسة هذه، وإن شاء الله سهم الناس الكل في إنقاذ المؤسسات، كل حد من بلاست وكل حد بجهد اللي نجمه. بقدر الارتياح الكبير اللي لاحظناه على عديد الوجوه اللي زارت اليوم الوحدة الانتاجية دي، هناك تسريبات وأحدية جانبية حول نقلة يعني الوحدة اللي خارج المنطقة الحرة لهون. يعني نحبوا نعرفوا الصحيح، هل ستتنقل المنطقة الحرة أم العمال يحافظوا على نفس الامتيازات؟ يعني أحديثك كثير ليمة تذي. أي صحيح، به هو توا السؤال هذي هو سابق شوي الأوان، وعلى خاطر المفروض من نحكيه في موضوع سبق صحفي لراديو صوت اكزاكتو من نجم نحكيه في موضوع إلا ما نكونوا ديجا قعدنا مع الأطراف الاجتماعية وكل شيء، خاطر ما نجموش نقرروا حاجات ولا المستثمر يقرر حاجات ما غير ما ياخذ رأي الأطراف الاجتماعية الكل، مهما يكون معناها أهمية القرار بالنسبة لي، على خاطر النجم يكون عنده تأثير زيادة حتى على وجوده وكيانه اكسيتيرا. دونك لكن بون قاعدين الموضوع بصدد الدرس، وإن شاء الله نتوافقوا في وصول الحلول اللي ترضي الأطراف الكل. طبعا وهذه حاجة نحب نأكدها، في أي طور من الأطوار راهو ميم سيل فا يافوار ان ترانسفير، حتى اذا كان فما نقله راهي بتكون بضمان كلي للحقوق واللونسيانتي اللي هي الاقدميه نتاع الخدامه بما فيهم العبيد اللي كونتراكتويل ولا غيره. دونك باش تم بكل الضمانات اللي وفرها القانون واللي هي لازمه بيان سور للعام. ان شاء الله بالتوفيق وشكرا لك. شكرا يا عايز.